السلام عليكم شباب، معكم عبد الله من قناة ريد بوكس جيمينج. اليوم عندنا فيديو راح نجرب فيه ديمو بريزيدنت ايفل 2 الريميك. طبعا اللعبة راح تنزل في تاريخ 25/1 على جهاز بلاي ستيشن 4، اكس بوكس 1 وكذلك نسخة البي سي. عموما قاعد العب اللعبة على نسخة البي سي، فخلونا نبدأ هذه المرحلة. طبعا الديمو هذا مدته 30 دقيقة فقط. اذا خلصت الديمو ولا ما خلصته مدة 30 دقيقة، ومثل ما تشوفون الوقت فوق. اوكي الحين بلشنا، وصلنا المخفر. قاعد يقول انه لقى مكان الطلعة وراني الكرت. والله الظلمة، والله شكلها لعبة ظلمة ولا اي. طب مسكر الوقت يبين فوق. هو طبعا شيء جدا قوي. ماي احلى شيء ان الابواب جي تبطل بشيء سريع، مو نفس الجزء الاصلي يطلع لك الباب الغثيث كنا لودينج. شكله في واحد. اوكي هذا ابو كرت. والله انقص نص. اوكي مو كرت. باز لعن ابو شكلك.
قالت تموت يعني. يا حبيبي يلا ايش دعوة ما يموت. الله سرقاني. يا ساتر هذا وين؟ والله اللعبة رعب، الأصوات شي يخرع. يا حبيبي دم بورد. ما يصير تكون مرة ثانية. جيت الباب يقومون مرة ثانية. أرد مرة ثانية ولا شو؟ لا Leon Kennedy. There was another officer. I couldn't. Here. روح
خذينا أول ميدالية. والله هذا الممر اللي كان بالجزء الثاني، يا ساتر شكله بيطلع لي الحبيب. ايش ان شاء الله رادش. ننزل اللعبة الأصلية أو كاملة دراهم. لا 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 مو كسكتكم.
يا حبيبي سيف زون زومبيات بطيئة يعني ما أدري إذا في أسرع في طلعت ايه صح ولك والله هذا جنطتي بعدين اقراهم عند المكان اللي بالمفتاح بيقوم هذا الهيدشوت What the
شكلك وصرقاني. There you are. Come here. Take a look. Yes. I knew she'd make it. Oh, you know her? Yeah. Name's Claire. I came into town with her. You can get to that courtyard. Through the second floor. East side. I'm on it. Thanks, Lieutenant. خلصت.